Good morning, good morning. Bonjour. Mission Full UAE 2022. صح 2022 كانت ولا 2021؟ 2021 شو بيقطع الزمن؟ ولا 2020 بتذكر كيف في كورونا؟ ايه مزبوط 2020 صح؟ اوه مان ميشن فول اللي اخذتنا على مصر على الاردن على لبنان وعلى الامارات صحيح. خلتنا ندوق اكثر من 50 محل فول وفي كم واحد لفتوا لنا نظرنا علقوا يا ريتو توني معنا توني ابو شادي مشتاق لك نحن وين اليوم يا خالد؟ رابيا الخضراء اليوم الشتوية مشتاية الدنيا بدبي وخرشوا خرش بيض مشوي بالكعك القدسي ايوه شوية فول ايوه وحمص فلسطينيين مع انه الاجواء هلا خرج يعني شتي ولكن مشتاية الدنيا تعال ناكل اطيب بيض مشوي مع فول وحمص ما مكتر كثير يلا هيدا فرع جديد فتح بس شو خدمنا كلياتنا خدم اكثر شيء اللبنانيه والعرب اجمالا لانه هي الاريا هي فيها 70-80% لبنانيز جوردانيين سيريان فلسطينيين كل الجنسيات العربيه بارجان ارجان هي جنب دبي هيلز موتور سيتي سبورت سيتي كوميونيتي كبيره كثير فخدمنا ونحن هلا جايين ناكل لقمه طيبه وننشر شو ننشر السعاده فلافل بوكس اعطيني 4 كبده 4 جبنه مقلي اعطيني صحن فرقه صحن كبده فلافل بوكس صغير اثنين عكاوي، أربعة سبانخ، 10 صفيحة بالحبة، 2 زعتر، 1 شامية، وكعك مقدسي سادة 3، كعك فشخوان مع تركي 1. Thank you.
خالد انا كنت بالمطبخ هلا جوا شغل نظيف النار النفس الشغل كيف عم يشتغلوا الشباب رائع. حسيت انه رح نحب المنقوش جبنه زعتر طراوته الشغل كيف عم ينشغل جوا ان كان البيض الجبن وكل التفاصيل انا انبسط حسيت انه رح نبلش صح. هيدي جبنه نابلسية نابلسية هون نحن ما عم نعملها لا نحن حنلوم اي فيري نايس فيري نايس. بدك تاكل فلافل وتخبرني ما حط عميك فلافل فلافل لالي لانه فيها كثير توم هيدي محشيه بصل عم بسمع القرشة لهون يا ريت فيك تاكل يا ريت فيك تاكل محشيه بصل ومحشيه صنوبر طيب كثير طيب كثير. بتذكر عم برجع اتذكر كيف جينا ابو شادي وانا من وقتها عم نحكي من 3 4 سنين حبيت الشركه بيشتغلوا جوا الخبز طازه الفول مصري مثل ما دقناه بمصر طحينه زيت والدقه اللي بحطوها اللون الاخضر بالاخر عم تروع حالك صار لي زمان ما اكلت فول مصري بيعملوه كتير كتير طريب فول مكسور مبروش صغير بيطلع مثل الكريم شوية طحينة على الوجه زيت زيتون أكتر من هيك تراديشنال وأوتنتيك ما في ما بيصير. حمص مش طيب فول طيب كتير أديكتيف حمصاتهم كريمي مع زيت ما بيحطوا فيهم توم حمص اصلي فيه لدعه سويتنس بالاخر. This is good food خالد thank you والله جينا على المحل الصح صحتين عن جد ما بعرف كيف كل واحد بيجي كرمال شيء انا لهون بيجي كرمال هالقليه الليت بندورة ما حدا بكل تاريخ دبي بيعرف يعمل مثله. شو بدها كمان؟ هيدول منزلهم جديد على المنيو بعد ما ضقتهم هي أول مرة بجربهم جبنة نابلسية واو هاي السوريين شاطرين فيها لنشوف إذا الأردنيين والفلسطينيين نشحين فيها كمان شمع القرشة؟ لك صحتين يا خالد بدي شوية دبس رمان تعا هون تعا هون هف هف بيض مسلوق بيض أوملات كنت عم دور أنا على شيء شو هاي صباح؟ أنطوني مطبخهم عن جد فظيع مطبخهم فظيع المطبخ الأردني شاطر بين شغلة البيض المشوي والبيض المسلوق والبيض البطاطا والكبدة ما أكلت كبدة أنت مع الحمص يلا شوف لي هيدي شو طيبة روق قال لك روق ليك الخمسة شو طرية الكعكة بتجنن لازم نجربها صار دورة بوكس صمون السواريه خبزة صغيرة بقلبها كبدة سودا مع كبيس لقم لقم منيح خرج حفلات خرج شغل 100% تبعت الكيس قديش حلو؟ فيري نايس برزنتيشن باينة على القد كوكتيل تعرف تعرف روق روق هيك نعزم الشباب الليلة قاعدة قدام الماتش بنحضر هالماتش ويلا لقمة شو ما تحس ما تحس منيح كل شي الخبزات صاروا أكثر من 10 دقايق على الطاولة وبعدهم دراية هيدي أهم شغلة رفيع ومنهم كتير سماك بيض وبطاطا مع بعضهم قصة كتير كبيرة مثل ما قلت من بعده ما حدا نعمل بطاطا نار كتير قوية شوية زيت بكب البيض بثواني بيخلصه بطاطا مقلية من قبل بكبها بقلبها This is amazing
اميزنج. ديك ارجع على الحمص. الحمص على الطريقه البلديه حبيته كثير. ويت هون. بيض مع جبنه نابلسيه. الحلوم مش بالثقافه. سوبر يا عمي. اكل تقليدي عربي لوفانتين، لوفانتين كوزين. المطبخ الدمشقي هيك بسموه بالعربي لوفانتين كوزين. الشرق الاوسط بس الاردنيين بيتميزوا بالزيت السخن الطيب. هيك اللي بيشوفنا بقول صرنا 3 ايام شاكلين. اكسلنت عم امبرست. نوستالجيك من ميل هيك هارت وورمينج، من ميل بيرجع بذكرنا ببلدنا، من ميل غني طيب ميديترينيان دايت فريش هيلثي. خبز كتير بس احنا معودين وبنحبهم. طب ليك الطراوة ليك؟ اوه ليك 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 فكر دي نفخة. عم بطلع بخالد عم يفوت على اسناني فرج الزعتر بيناتهم. خالد ما بيتشبع منك. Love you man. مية بالمية. طراوتها كتير حلوة. نفخة العجينة حلوة. مرتاحة مظبوط. Love it. انطوني صحي الشتة برا عم تشتي بس ما لها درجة تاكل. حام سحطر. طلع شو طلع؟ طلع قرب طلع شو؟ بيض مسلوق مع زعتر بخبزة رائعة. بيض مشوى كمان. خلص ماشي تبقى بقى ماشي بأكي لك الضيب بس الحام سحطر. ده قصة كبيرة. نحن هون معنا ياخد كل شي معنا بيرس هون. ايه يلا عبي لي ولا الشباب بالبيت. ما قلنا بدنا نعزمهم عشيه كلمه الماتش فوتبول. ميرسي لنجيبنا لهون. انا كثير مبسوط. تشيرز ويلا بالسفره الجايه.